بات سعيد شيبة مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يراهن كثيرا على المحترفين المغاربة الذين ترعرعوا في أوروبا من أجل تألق رقعة المنتخب المغربي لفتيان الذي سيدخل قريبا نهائي كأس العالم بأندونيسيا في فترة ما بين العصر من نوفمبر والثاني من دجنبر، بعدما وقعت القرعة الفريق الوطني في مجموعة تضم منتخبات إكوادور بنما وإندونيسيا البلد المنظم. وحرص المدرب شيبة على الاهتمام كثيرا بموهبة نادي يوفنتوس الإيطالي آدم بوفندر صاحب 16 سنة والذي يشغل مركز وسط ميدان دفاعي من أجل دعم الصفوف، إذ يعتبر اللاعب في الوقت الحالي من أبرز مواهب السيد العجوز، إذ يتألق بشكل واضح رفقة فريق أقل من 19 سنة ويتطور مستوى باستمرار، ويعتبر من الموهبة الشابة التي استطاعت الجامعة المغربي كرة قدم عن طريق كشافية شاهين ضمه للعب مع المغرب.